جدول، أبيكم تستوعبون معاي جمال هذا الست الحمر هذيل. طبعا هذيل أحس بس الواحد يتأملهم ويتأمل جمالهم. طبعا الألوان شيء يعقد، شفا كل الدرجات اللي ممكن تخطر على بالكم. شوفوا هالجمال. يعقد وسعره خيال بنات، موجود الحين في البوتيك، لحقوا عليه. مبين طبعا حجمهم مني، حيل صغار الحمر شذي متشكنومين، والألوان تينن. هذه الماركة اسمها موه لبستيك باليت، وكل الألوان فيها. وايد يعقد. طبعا الماركة جديدة بنات، اسمها موح، وايد حلوة. وثاني شي حجمها شوفوا مني، كل الالوان موجودة، تحطينها في الجنطة. اصلا انا متحسفة حتى اشخطها على شفايفي. الالوان كلها نار، كل الالوان كلها 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 كلها, كلها. النود، الغامج، الفاتح، بينكش. عندك احد بخاطرك تودي له هديه، ودي له هذه الحمر الباكج، فكي عمرك. والاحلى من كذي شنو سعرها؟ امباي بلاش بلاش، انصدمت من السعر، 17 دينار. تخيلوا كل هذيل الحمر، كلهم 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 نار يا بوتيكات، نار نار. ايه مساء الجمال، ايه مساء السعادة. عايزة اقول لكم ان انا منتظرة هل مجموعة من الحمر من الصبح، قاعدة ناطرة يوصلوني. طبعا عايزة اقول لكم ان الست كامل سعرهم خيالي، كواليتي الحمر فوق الروعة. بنات شوفوا الالوان تبع ست الحمر، ما في لون ما بنستخدمه. شوفوا جمال الالوان، تخيلوا كل هالكوليكشن بكام سعره؟ 17.5 دينار ولا شيء. المجموعة قوية جدا، المجموعة سعرها فظيع. تقدروا ان انتوا تقدموها كهدية، اوكي، لان الباكج بتاعها كتير شيك وكتير كلاس. ده غير ان شكل الحمرة، شوفوا بس الجمال. والميزة كمان بان المجموعة ال 12 لون يناسبوا كل الوان البشرة، سواء كانت بشرة بيضة، بشرة حنطية، بشرة سمرة، الالوان ما راح تختلف عليها. طبعا من زمان متكلمة عن البوتيك، الاشياء اللي وصلت لي هذا الباليت توني بطلته، الوانه تينن. جربت حمرة توني حطيتها، الوانه تينن. الحين راح بطل اوريكم الالوان. والحلو فيه ان في شيا باتر بالحمرة، الحين في 12 حمرة، فكلهم فيهم شيا باتر، وفي افوكادو، وفي يعني اويلز وكذي، يعني يحطون حق اللبس عشان يخلي، تعرفون الحمر ذي اللي يخلون شفايف جافة، هذا كلش مو كذي، صايرين حلوين والوانهم تينن وكلهم نني، ويخلي يعني يرطبون الشفايف، فهذا الحلو فيه. الحين بطلهم واريكم الالوان. شوفوا بطلت لكم كم واحد، شوفوا الوانهم تينن. وايد حبيت هذا، والاحمر بعد احمر احمر، وهذا بعد حلو حيل، وهذا بعد حيل حلوين. يعني صاير البالت شي كل الوان، شي هالالوان هالدرجات صار وايد حلو. حد شيء وحق اكثر من ستايل، مثل اي بدله تلبسونها، عرفتوا اللي يعني احمر، الوان شتويه، الوان صيفيه، وايد وايد اشياء. فصاير فيه 12 حبه وكلهم مني، ترى حيل صغار، يعني تعرفون مو حيل حيل يشوقون. حتى صاير التب ماله صار شبه كنا على الشفايف، حيل يشوق. السات في 12 حمره، كلهم الحمر اللي فيه كريميه، جمع كل الالوان، سعره 17 دينار، سعر حمرتين. يعني شوفوا الألوان فظيعة، حيل حلوين، حيل. اليوم جربت أي واحدة، هذه كانت تحب كانها تنت، حطيتها ومسحتها، حلوة. شوفوا حجمها تنقط بالجنطة.
البنات اللي يحبون المكياج هالعلبة وايد راح تشوقكم. يشوقون حمر صغار وكل لون أحلى من الثاني. أوريكم إياها هم من داخل تشوق. دقيقة ونتفة لحظة خلي أوريكم إياها من داخل بعد. شوفوا بس درجات الألوان، الأورنج، البنيات شوي، اللون هذا خيال، الوردي اللي على بيجي شوية، هذا اللون حق لشتها بنفسجي غامج، هذا عجبني أحمر، وهذا البيج، كلهم وايد عجبوني.